الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى في الرحبية: وإن يمت آخر قبل القسمة وصحح الحساب وعرف سهمه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بالأمس باب الحساب. الحساب هنا حساب سائر الفرائض وكيفية تقسيم الأموال على مستحقين على الوفاة. وأخذنا أن أصول الحساب سبعة، ثلاثة منها تعود، ستة تعود على التوالي إلى العشر، وسميت العشر أم الفروض، وتعود الاثنى عشر على العدد الفردي إلى سبع عشر، والعدد الثابت قد يعود بثمنه 24 إلى 27. وتسمى هذه المسألة بالبخيل، نعم، أو بالمنبري على ما ذكرنا لكم بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أفتى على المنبر بها وهي ضعيفة لا تصح عن علي رضي الله عنه. طيب، إذا بمعنى هذا أن أخذنا المسائل العادلة والعادلة، أخذنا أمس شيء من أمر الأمر ماذا حسن؟ أخذنا أمس مثال على المناسبات. وإن يمت آخر قبل القسم، يعني بعد عمر طويل في طاعة الله شيخ ابراهيم مات، جئنا نريد نقسم التلك، تعرف ان بعض الناس عندنا يؤخر طريقة الحياة، هناك يعني مثلا تعويض عند الحكومة او كذا او كذا، او الارض منباعت او البيع والاراضي سعر اعلى كذا، المهم تاخر قسم التلك مات بعد ابراهيم ابن خليفة. فايش نسأل؟ قال إما أن تجعل مسألة للأول تأخذ نصيب ثم تقسمها على الثاني، لكن قال قد يكون أحيانا عند أكثر من 20 ميت منصف، لا إشكال، قل أي مسألة بإذن الله لا حل. فماذا تسأل؟ تمشي مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم تجمع بينهم، وإن يمت آخر قبل القسم فصحيح حسابه وعلى سهمه، واجعل له مسألة أخرى. البيت الأول إبراهيم له مسألة، والبيت الثاني خليل له مسألة، ثم يجمع بينهما، ثم نقسم تركة من؟ خليل ولا إبراهيم؟ إبراهيم هو الأصل عندنا، أما خليل تركة واحدة. نعم، فصحيح حسابه وعلى سهمه. قال رحمه الله: واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدمنا، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفد بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى في السهام تضرب أو في وفقها تماما، فهذه طريقة مناسقة فرق بها رتبة قبل شامل. صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين.
بعد ما تقسم تعطيه اقل نصيب سواء كان ذكر او انثى، وتقسم الباب وتوقف هذا حتى يبلغ او يخرج لنا اخر الباب ويبين لنا حاله. نعم. واقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسمه المبين. نعم. واحكم على المفقود. المفقود عندنا اشكال. ابراهيم بعد ان قبل طاعه الله بعد فترة نبحث عن خليل هذا وغير موجود. طيب ايش نسأل؟ نريد نقسم التركة، نقسم التركة ونقول نصيب، انتهى. مسألة ثانية، ذهب الإنسان ولا ندري، بحثنا في الشرطة في الجوازات في الطيران في المستشفيات في كذا في الغروب لم نجد له فماذا نصنع؟ قال مفقود. الزوجة تقول أعطوني نصيبي لعل ما تريد تتزوج وكذا مثلا، فماذا اصنع؟ هذه المساله ترفع الى القضاء، والقاضي ينظر في هذه المساله هل فقد هذا المفقود في بلد يقلب عليه فيها السلامه او الهدم؟ فقد في الكويت في الغالب نرجع عليها السلامه والهدم، مفهوم؟ لكن فقد في منطقه حدث فيها زلزال او فيضان او كذا فالغالب الحرام، مفهوم؟ طيب ويحكم هو بالموت، اذا حكم بالموت يقسم والا نوقف النصيب. نعم. واحكم على المفقود حكم الخنثى. واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكر ان يكون هو او انثى. الله اعلم هو او انثى هكذا. نعم. وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والاقل. مات الشيخ ابراهيم وترك الزوجه، والزوجه هذه حامل، ماذا نصنع؟ لابد ان تنتظر يعرف ما في بطن هذا الزوج، لانه اذا وضعته ميت فلها الربع، ما يعني تزوج وما وهي حامل، ما جاء ليس لديها ربع، فان اتت به انثى بنت ذكر الباقي والزوجة الثم، وإن قد يأتي توأم هذا صحيح، فماذا نصنع؟ وقف حتى تضع إن شاء الله تعالى، أو نقسم عن أقل نصيب ونوقف الباب، يعني نعطي الأم أقل نصيب لها، الزوجة أقل نصيب لها، الثم نعطيها الثم ونوقف الباب. أي أجهزة تبين، لكن هل تبين حي او ميت؟ ممكن ينزل ميت، صح اخت بلال ما ادرى. نعم. كل شيء احتمال، اذا ورد الاحتمال ورد الشك نتوقف. نعم. قال رحمه الله: وان يمت قوم بهدم او ضرر. الان نقول: وان يمت قوم بهدم، صراع في السماء، زلزال، وانهدم عليهم العائله كلها تحت السقف، ما نحن لا نعرف من المتقدم من المتاخر. قلنا اول شيء مات ابراهيم ثم خليل، هذا مساله مناسب على الحكم الاول او لا، لكن اذا لم نعرف المتقدم من المتاخر لا نولد واحد من هؤلاء من الاخر، والحمد لله رب العالمين. كانوا في السياره وهم في الطريق حصل حادث. طيب من مات ابوه؟ هل الاب او الام او الاولاد؟ نقول لا يرث من بعد. نعم. وان قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. يعني حريق. ولم يكن يعلم حال السابقين. يعني ما علم المتقدم ولا المتأخر، وإذا علمنا فهي من أسقط، وإذا لم نعلم فهي مسألة غرق أو هدم ومحروق. نعم. فلا تورث زاهقا من زاهقين. لأننا لابد عندنا في الإرث أن نعلم موت الأول. ثم الوارث لو ظن بعده ولو دقيقة يرث. نعم. فالعبرة بحال وقت الوفاة. مات إبراهيم، ماذا ترى؟ ترك خليل عند الحي، نعم حي، ثم مات بعد خمس دقائق يرث. نعم. قال رحمه الله: وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السبيل الصائب. الصائب عند الحنابلة، عند الشافعية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث.
الأرض إذ بينا. قال الآن يعني قد أتى القول على ما وعدنا، وأتممنا ولله الحمد، هذا نفس المبارك الرحمي. نعم، على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأبرز العبارة. نعم، ولا فصل ليس بمطول ولا مختصر المخرج. نعم، فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. احمد الله سبحانه ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. على استر ما تراه من عين هذا الرحم، ومن ستر مسلما ستره الله عليه. نعم، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. وكما صلى في أول الرحمين صلى في آخر الرحمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب محمد خير منام العاقب وآله القرب ذوي المناقب. نعم، وصحبه الأمانة الأبرار والصفوة الأكابر الأخيار. نعم، يبقى الآن عن أبيات وضعها الشيخ خليفة رحمه الله تعالى متممة للرحمة. إخوانا هذا العلماء إذا وجد ناقصه شيء سد هذا النقص، وكم ترك الأول الآخر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن صالح خليفة النجد الحنبلي رحمه الله تعالى: باب الرد. إن الرد هو زيادة في سهام الورق ونقص في أصل المسألة ضد العبور تاعها، وبضدها تتبين الأشياء. إن أبقت الفروض بعض التركة، أبقت الفروض بعد التالي بنت واحد فقط، أخذنا النصف بقي مع النصف، إذا أبقت الفروض بعد التالي، ولم يكن هناك عاصم، لم يوجد عاصم يأخذ المال كامل وحده أو يأخذ المال. نعم، إن أبقت الفروض بعد التركة وليس ثم عاصم قد ملكه، قد أخذ يعني. نعم، فرده لمن سوى الزوجين، ترد على كل أحد إلا الزوجين، لا ترد على الزوجين. فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فضل بغير دين. أخذنا مسألة فيها بنت وبنت ابن، البنت النصف وبنت ابن السدس، المسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، المجموع أربعة، تبقى قطع ستة تكتب أربعة كما كنا نصنع في العوض، نصنع هنا في الرد، إلا إذا كان هناك أحد الزوجين لا رد عليهم، لا رد على أحد الزوجين. نعم، وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام. يقول الرد دائما إذا كان فيه أكثر من فرض يكون من ستة، مسألة دائما من ستة، مريح جدا. نعم، أما إذا كان صنف واحد بنت أو ثلاث بنات أو خمسة أخوات شقيقات، هذا على عدد هذه تنقص ثلاث أخوات شقيقات، المسألة من ثلاثة بنت كل من ثلاثة، خمسة أخوات لها من خمسة، ستة أخوة لهم من ستة، سبع بنات من سبع، وهكذا. وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام. نعم، إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم برؤوسهم تجلى. يقول إن اختلفت أصنافهم بنت وبنت ابن، بنت وأم، أخ لأم وأم، هذا على عدد الفروض من ستة ذلك، وإلا إذا كانوا صنف واحد من عدد الرؤوس. واجعل لهم مع احد الزوجين عن انفراد ذا وذا اصلين. نعم، استعمل مع الزوجين تجعل لهم مسألتين، واستعمل ان الضرب والتصحيح ان تحتاجه كما عهدت من سنه. نعم، قال رحمه الله: باب ميراث ذوي الارحام. ان لم يكن ذو فرض او معصب فاخصص ذوي الارحام حكما اوجبوا. الوارثين والوارثات ما وجدنا، فماذا نصنع؟ الآن نبحث عن ذوي الأرحام، الأقرباء غير الوارثين، خال، خالة،
يوم من ذوي الأحد. نعم. أشهر الدرس هو درس ذوي الأحد. سهل جدا. إن لم يكن ذو الفرض أو معصبه فاخصص ذوي الأرحام حكما أو له عزلهم مكانا من أدلوا به إرثا وحكما هكذا قالوا به كبنت بنت حجبت بنت ابنهم وعمة قد حجبت بنت اللعن لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث فاقبلوا ذي تمني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني Thank you.
انتبه ما شئت. في عندنا اشياء يسأل عنها بعض الناس. اسأل اي واحد عنده سؤال يسأل عنك اشكال. يقول الوصية الواجبة. الوصية الواجبة مرجوحة. ما معنى ابراهيم عند خليل وسعد وسعيد؟ كم؟ ثلاثة. خليل وسعد وسعيد. مات خليل وابراهيم حي. شوف وعند خليل هذا اولاد مريم. بعد هذا مات ابراهيم. يوم يموت ابراهيم اشترى ترك ابن اللي هو مين؟ سعد. وابن اخر اللي هو سعيد. وعنده ابن هذا خليل. لا مو خليل، هذا خالد بن خليل بن ابراهيم. صحيح ولا لا؟ هذا ابن الابن. تنفهم الان رفع بن اسماء خمسه. يلا هذا ابن صفر. واحد مسألة ثمن اثنين. هذا ما يسميه بعض الناس وصية واجبة. ايش معنى وصية واجبة؟ يقول تعتبر خالد هذا مكان مين؟ مكان خليل، لأنه لو كان حي ولد. الله سبحانه وتعالى جعلنا نقسم هذا القسم. لكن هم يقولوا على قول عند أحناف أنه نعطي ولا بد، وهذا قول ما يصح، لا وجد عليه دليل أصلا. إن جاء أحد أراد أن يحل المسألة وكذا، حلها وقل هذه المسألة. إحنا نعرفها وكذا. قسم هو لأنه يرى مثلا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الراجح، لا إشكال. كان إحنا نقول هذا القول مرجوح. هذا معنى الوصية الواجب. من أوجبها؟ لا، لازم دليل. يقول أوجبه الله سبحانه وتعالى لازم دليل عليه، مفهوم. لكن قال هذا أيتام وكذا مثلا. يقول له هذا قسم الله، هذا اللي فرضه الله، والله لم يفرضه. غير في سؤال، في اشكال في اخذ. نعم دائما يقول مع الام اما التساوي سدس سدس او للذكر في الحظ والانثى ابدا دائما. نعم غير ارفع صوتك. نعم دائما والعام العم لأم ممكن، أما العم الشقيق والعم لأب هؤلاء الوارثين. نعم، إذا العم لأم والعمات دائما والأخوال والخالات أم. فوق. نعم، غيره. تفضل. ها؟ كل المسألة ابن أخ بنت اخ بنت بعدين كمان واحد ثاني او هذا كلهم ابناء هذا اخ بنت. يعني اثنين ابناء اخ بنت، اثنين ابناء اخ بنت وبنت اخ بنت. هذا هو سعيد وهذا سعد، صح؟ يعني هذا سعد ترك اثنين، ترك ابنين، وسعيد ترك بنت، صح؟ طيب احنا ننظر قبل ان تطلع حكا. صار عندنا اثنين التنزيل، صار اثنين اخ لام واخ لام. مثلا كم من اثنين؟ هذول الاثنين ياخذوا حق والدهم، وهذا البنت تاخذ حق والدها. فهمت؟ اي ابن وبنت ادروا من اخ لام الذكر كلهم. دائما الإخوة لهم وفي التنزيل مثل الإخوة لهم. طيب؟ نعم. يتساوون الشيء. يتساوون، نعم، هنا يتساوون هذا. بعد أنا أقصد في المسائل اللي راحت فروضها مقدرة، أصول المسائل، أسباب الإرث، موانع الإرث، الوارثين، الوارثات، أصحاب النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ما في إشكال. تعسير عاصف بنفسه، عاصف بغيره، عاصف مع غيره.
تحفظ هذا مثل اسمك لابد. نعم. العاصف نفسه جميع الوارثين من الذكور على الزوج والأخلاق ومن النساء والمعتمد. والعاصف غير هذا الذكر والأنثى أربع أشياء: ابن عصر البنت، ابن الابن، بنت الابن، أخ شقيق، عصر شقيق، أخي أبي عصر أختي. العاصف مع غير الأخلاق الأخوات شقيقات والأب جمع أو واحدة. يأخذنا الباقي تعصيبا مع البنات أو بنات الابن سواء جمع أو منفردة غير. نعم. تحل إن شاء الله. ألا أحلى والغالية. يا أخي البنت الشرطة. تمام. ومن عندك بعد؟ أشفر. سدس. وجدت فرع وارد ذكر. له السدس. صح؟ والباقي من يأخذ. الحمد لله. أشفر. وش المشكلة؟ في ابن ابن. الابن الابن هذا فرع وارد ذكر. البنت ما لها علاقة بالابن، البنت تاخذ فوق وتمشي، والاب ياخذ فوق وتمشي، يبغى من الابن يعطي الباب، ما يسمى الست، ثلاثة البنت، واحد الاب، اثنين ابن الابن، طبعا خلاص صار الاب ياخذ السدس والباقي بين الابن والبنت، لا ما لها علاقة، لا ما لها علاقة، بنت الابن ترتفع لأنها شبهت من الاب. يمكنها بنت